المدن الذكية هي تجارب رائدة تحاول استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين كفاءة مؤسساتها المختلفة وتبادل المعلومات بسرعة مع الجمهور وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق الرفاهية للمواطنين بشتى الطرق. وفقاً لمؤشر المدن الذكية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية للعام الحالي، فإن زيوريخ وأوسلو وكامبرا تتصدر التصنيف العالمي للمدن الذكية هذا العام. أما بالنسبة لمنطقتنا العربية فهناك عدة تجارب لمدن ذكية، من بينها أبو ظبي في الإمارات ونيوم في السعودية ومشيرب في قطر. هذه رحلة داخل مشيرب. مشيرب مدينة ذكية لعدة أسباب. أولاً، نحن نوظف التكنولوجيا المتقدمة لتحسين جودة الحياة في جوانب الأمن والتنقل والرفاهية. وطبعاً لدينا شبكة متكاملة من الأنظمة الذكية تدير جميع جوانب المدينة مثل ما أنتم تشاهدون هنا. طبعاً نحن نفخر أيضاً بأن عندنا ترام أو قطار مشيرب صديق للبيئة يمر على 11 محطة لتسهيل التنقل في الوحدات السكنية، وأيضاً توفر نظام يعني متخصص في البيوت الذكية للتحكم عن بعد. أخيراً طبعاً لدينا في مشيرب تطبيق ذكي موحد يقدم الخدمات المتنوعة مثل التوجيه وإدارة المواقف للسيارات. لقد تعاوننا مع عدة شركات تكنولوجية عالمية لتطوير مشيرب قلب الدوحة، وحاليا احنا الان يعني بطور تعاون مع شركة مايكروسوفت بالعمل على تطوير افاتار للدردشة والمحادثة مع الضيوف وتوجيههم، وايضا ان شاء الله مع شركة سيسكو بتوسيع شركة الواي فاي في الترام وتطوير شاشات معلومات في المحطات. طبعا ايضا شركة جوجل لها تجربتها الخاصة معنا على تطوير أنظمة إلكترونية لدعم تجربة الزوار والوصول إلى هذه المناطق والحصول على المعلومات المميزة. وأخيرا شركة شنايدر إلكتريك راح إن شاء الله راح تساهم معنا في إدارة حالات الصيانة وحلول الذكاء الاصطناعي الذي برزت في الفترة الأخيرة. كانت لنا تجربتنا الخاصة في استخدام 6400 لوح شمسي لتوليد الكهرباء و1400 لتسخين المياه، ومن خلالها أيضا نستطيع أيضا أن نقوم بإعادة معالجة المياه المكررة اللي نستخدمها للتبريد والري، حيث نستخدم مواد صديقة للبيئة مثل الجدران السميكة والزجاج العازل للحرارة، وهذا أيضا يساعدنا في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 30%. أما بالنسبة للاتصال ومجالنا في تطوير الاتصال، فلدينا شبكة الألياف الضوئية والواي فاي اللي تشمل المدينة كلها، بالإضافة إلى نظام الأسكات اللي يعتبر إنجاز كبير لنا في مشيرب في إدارة حركة المرور، فهي تدير يعني 17 تقاطع مروري بكفاءة عالية جدا، ومن خلالها يعني نجحنا في يعني تقليص وقت الانتظار للمستخدمين بنسبة 67%، وأيضا لها الأثر الإيجابي في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25%. ركزنا في البداية على أن المشروع أن يكون صديق للبيئة ويدعم موضوع الاستدامة، فهي كانت عنصر أساسي للمصممين لما بدأوا تصميم المدينة من ناحية أنها تكون بيور ميكست يوز اللي هي متعددة الاستخدام. موضوع الاستدامة الحمد لله في صار عندنا تثقف أكثر في المجتمع، والناس بنفسها حتى على مستوى الأشخاص صاروا يروحون لموضوع الاستدامة والجرين بيلدينجز. استخدمنا على سبيل المثال استغلينا الأسطح في جميع المباني اللي موجودة في المدينة وركبنا اللي هو السولار بانل، نحاول نستخدم ما شاء الله الشمس تقريبا في أكثر الأشهر اللي موجودة في قطر، فنحاول نستغل الجو والطبيعة.
مشيرب واحدة من أهم المدن فيما يتعلق بالتقنيات الذكية والاستدامة. لدينا تصنيف ذهبي مصنف عالمياً قبل بداية تصميم المدينة. كانت هناك فترة امتدت 3 سنوات، درس خلالها المصممون كيف كان يعيش الناس في هذه المنطقة قديماً رغم صعوبة الطقس، وذلك قبل ظهور الكهرباء والمكيفات. معظم هذه المفاهيم القديمة ترجمت في صورة عصرية. على سبيل المثال، النوافذ التي تواجه الشمال والجنوب تكون أكبر، بينما النوافذ التي تواجه الشرق أو الغرب تكون أصغر. ذلك يضمن عدم تعرض المباني لضوء مباشر من الشمس، وبالتالي استخدام أقل لمكيفات الهواء، وجعل استهلاك المباني للطاقة أكثر فعالية. تم الاستثمار في البنية الأساسية الذكية، وذلك يساعد على استخدام أي تقنيات مستقبلية تظهر في الأسواق. على سبيل المثال، يتم التحكم في مكيفات الهواء عن طريق الهواتف الذكية، وهناك الكثير من المميزات الأخرى. يعني كان هدفنا الأساسي أن نشتغل على البنية التحتية، فحطينا كل الخدمات الأساسية اللي تغذي المدينة كاملة وتربط الأجهزة والمباني مع بعضها البعض. هي صحيح في البداية راح تكون تكلفتها ممكن عالية، لكن مع الأيام تكلفة التكنولوجيا نفس ما أنت عارف كل يوم في أشياء تتغير، والتكنولوجيا منافسين كثير في السوق، فصار الأسعار صارت منافسة وجيدة ومقبولة حتى على الأشخاص العاديين. لكن على مستوى البعيد إن هي صح في البداية فيها تكلفة، لكن من ناحية اللي احنا نسميها الأوبريشن والمينتنس اللي هي إدارة المرافق الموجودة في المدينة راح تسهل عليك أشياء كثيرة وراح تكون حتى أسهل. بالقطع هناك أسئلة كثيرة حول تكلفة بناء هذه المدن الذكية وتكلفة جعلها صديقة للبيئة، وما إذا كانت الكثير من الدول تستطيع تحمل هذه التكلفة. تلك القضية ربما تتسبب في اتساع الفجوة الرقمية بين الدول الغنية والفقيرة.